طيب بسم الله، جاهزين؟ جاهزين. طب بصوا، اللعب ده انا عندي هنا المفترض ده المنطقة دي كده السيرفيس بروفايدر، وده الراوتر بتاع الاي اس بي، وانا عامل يعني كأن محاكاة للانترنت، عامل ويب سايت كأن ده جوجل، ياهو، فيس، وده 50/5، ده كأنه يعني زي 4/8 كده. حتى انا انت لو فتحته هتلاقيني مشغل عليه خدمة الدي ان اس، وحاطط جواه 3 ريكوردات، المعلومات اللي بتتخزن في الدي ان اس سيرفر بيسموها ريكوردز. لو درست مايكروسوفت هتعرف الكلام ده بالتفصيل. ريكورد بيسموه ايه؟ ريكورد. فانا مسجل اي بيهات الفيس وجوجل وياهو، يعني كأن ده الانترنت، والاي اس بي اهو كونكتد بالانترنت، يعني لو حد عايز يوصل الاي اس بي هيوصله. طبعا انت الطبيعي هتجيب عندك ايه؟ اي دي اس ال راوتر، صح كده؟ والمفترض، سيبك من الجنب ده دلوقتي، المفترض الطبيعي الراوتر اللي انت بتجيبه ده بيبقى واخد من الناحيه دي، كده، اللي هو الاي بي المشهور اللي هو كام؟ 192.168 واحد كام؟ 1.1. يبقى ده كده اي بي برايفت، والناحيه دي هتبقى الفاتحه الار جي 11، صح كده؟ يبقى المفترض دي كده ار جي 11 اهي، والاي بي ده هو الاي بي البابليك اللي كل ما تطفي الراوتر وتشغله ايه اللي يحصل فيه؟ يتغير. والراوتر ده بقى والجهاز ده في الواقع العملي بيقوم يعني ب 50 حاجه ولا 100 حاجه. تعالى كده اوريك ايه المطلوب من الراوتر ده يعمل. اولا هو يعتبر كونفرتر او مودم، عشان كده بيسموه اي دي اس ال مودم. ابص، طالما في فتحه ار جي 11 وفتحه 45، فتحه الار جي 11 دي واصل بيها كابل، والاشاره اللي بتمشي في الكابل الار جي 11 اللي هو كام طرف؟ طرفين. اكيد اكيد مليون في الميه مختلفه عن شكل الاشاره اللي هتمشي في الكابل الار جي 45 اللي هو افترض 8 اطراف، صح كده؟ فالراجل ده المفترض يعمل تغيير في شكل السيجنال اللي هو بيسموه ميديوليشن، دي موديوليشن، فعشان كده بيسموه ايه؟ مودم. يعني يعتبر كانه كونفرتر من الاخر. طب وفي نفس الوقت شغال راوتر، هو مش ده ليه فتحه من الناحيه دي اي بي وهنا اي بي وعنده راوتنج تيبل، والراوتنج تيبل هيبقى فيه باي ديفولت الشبكه دي والشبكه دي، وعليه ديفولت روت يرميه على مين؟ على اي اس بي، صح كده؟ طيب مش بس كده، ده الجهاز ده شغال ايه؟ دي اتش سي بي، مش ده 1/1، والاجهزه اللي جوه بقى هتاخد اي بيات ايه؟ اوتوماتيك، هو بيجي من المصنع شغال دي اتش سي بي. مش بس كده، ده بيجي كمان شغال على دي ان اس. يعني ده لا، الاجهزه اللي جوه يعني لو في اهو جهاز جوه بيبقى الجهاز ده متظبط عليه الدي اتش سي بي اللي هيوزع عليه 1/1، والدي ان اس بتاعه 1/1. يعني ده لما يجي يسال على اي بي الفيس، اي بي اهو، اي بي جوجل، بيروح يسال 1/1. بس 1/1 طبعا ما عندوش، بيروح بقى 1/1 يسال مين بقى؟ يسال 4/8، يسال مثلا دي ان اس بتاعتي داتا 8/8، ويكايش عنده ويرد على ايه؟ على الكلاينت. تمام؟ فالجهاز ده يعني حمال اسي شغال دي ان اس. مش بس كده، مش احنا اتفقنا الفتحه دي شغال عليها التريبل بي او اي، صح كده؟ اول ما الراوتر ده يشتغل التريبل بي او اي يعمل ايه؟ يبعت اليوزر نيم والباسورد بتوعك لمين؟ عشان يتاكد من هويتك، هيوصل لك نت ولا مش هيوصل لك، دي خاصيه الايه؟ الاوثنتيكيشن، صح كده؟ مش بس كده، التريبل بي او اي فيه ميزه رائعه ان هو كمان يقدر يشتغل شبه الايه؟ الدي اتش سي بي، بدليل ان الفتحه دي انت ما تبقاش محدد لها اي بي، انت مجرد ما تشغل الراوتر هو بياخد اي بي اوتوماتيك على الفتحه دي، كل ما تطفي الراوتر وتشغله الاي بي ده بيتغير. طب بيجيبه منين؟ ما هو حضرتك التريبل بي او اي بيبقى شغال هنا از كلاينت وشغال هنا از سيرفر، يقوم اول ما ده يشتغل الكلاينت يتفاوض مع السيرفر ويطلب منه ايه؟ اي بي، بيعمل نيجوشيشن معاه ويطلب منه اي بي. تمام؟ فشغاله ما شاء الله تريبل بي او اي، شغاله دي ان اس. مش بس كده، ده انت ممكن تستغل الجهاز ده ان هو يشتغل فاير وول، بس بيبقى على قده في الحته دي، يعني ممكن تتحكم هنا ايه الترافيك اللي مسموح له يعدي، شبه الاكسس كنترول ليست كده، يعني مثلا الترافيك اللي جاي من جوه لبره يعدي ولا ما يعديش، طب واللي جاي من بره لجوه يعدي ولا ما يعديش، وهكذا. يعني ممكن تتحكم مين يطلع نت ومين ما يطلعش، المواقع اللي تفتح والمواقع اللي ما تفتحش، لو حد هياكسس عليا من بره مسموح له يخش لي جوه ولا مش مسموح له، وهكذا. ده كده يعتبر ايه؟ يعتبر فاير وول.
صح كده؟ ضعيف قوي فيها. اه بيبقى على قده فيها معايا. طيب ايه كمان؟ الجهاز ده ممكن يشتغل، بس طبعا ده صعب ان انت تلاقيه في الراوترات التعبانه. اي بي اس، اي بي اس يعني انتروجن بريفنشن سيستم. ايه الاي بي اس ده؟ ده شبه ايه بالظبط كده باختصار؟ انتي فيروس نازل على جهازك، بس مش على الجهاز، على الراوتر بقى. يعني لو انت عندك على جهازك انتي فيروس، انتي فيروس بيحميك. اي فايلز بتجيلك من الانترنت يشيك عليها، يتاكد ان هي ما فيهاش فيروس، ما فيهاش حاجه تضرك، مش حد بيعمل عليك اتاك وهكذا. طب ما دلوقتي انا عايز سنترال انتي فيروس، بحيث ان انا لو عندي 1000 جهاز جوه الشبكه، اي داتا جايه لهم من بره تنضف فين على ده؟ وده قبل ما يبعتها للناس اللي جوه. افرض في اجهزه ما لهاش انتي فيروس، افرض واحد عنده جهاز عليه انتي فيروس وفي حاجه عدت منه مثلا، فالاي بي اس ده هيفلتر لك الحاجه اللي جايه من بره، ويكونترول بقى اذا كانت توصل لك ولا ما توصلكش، ويتاكد ان هي نظيفه ما فيهاش فيروس، ما فيهاش تروجن هورس مثلا، ما فيهاش حاجه اسمها ورم وهكذا. ده يعني الاي بي اس ده ان شاء الله نتكلم عليه في كورس السي سي ان اي سكيورتي بالتفصيل. تمام. نات، الراوتر ده المفترض بيعمل نات، ودي اكتر حاجه بتعذب الراوتر الغلبان ده يا عيني. يعمل بقى النات بانواعه المختلفه اللي احنا اتكلمنا عليها. احنا قلنا في 5 انواع، زود مع دول كده النابت. النابت تمام. طيب مشكله ان انت لو سبت ده يقوم بالمهام دي هيطلع عينه وهيهيس وهيهنك، خصوصا كمان الجزئيه بتاعت النات. الجزئيه بتاعت النات دي هتبقى في الضياع معاك لو انت عندك عدد كبير جدا من الاجهزه جوه شركتك، كل دول عايزهم يخمسوا في نفس الاي بي، وعايز الراجل ده يبني جدول في الاف من الانتريز، ويقعد بقى الداتا اللي يجي له من بره يقعد يدور في الجدول، فمش هيستحمل ده. فعشان كده في الواقع العملي بنعمل ايه؟ بنيجي على ده نحوله لبريدج، اي دي اس ال بريدج. تمام. فيه ده نابت اي تي ام. فاكرين احنا كنا بنحط هنا على الفتحه دي 0 5 و 35، ده اللي هو الفي بي اي، هي في سي ار. بنعمل ايه بقى حضرتك؟ احنا بنيجي على الراوتر ده نحوله لحاجه اسمها بريدج مود. بريدج مود يعني بالاخر حضرتك هتخلي الراوتر ده كانه حته سلك، يعني هتلغي من عليه مهام الراوتنج والدي اتش سي بي والتريبل بي او اي، هيبقى جاست ايه؟ كونفرتر وحاجه كمان بيتحط عليه الرقم اللي هو 035 بس. واليوزر مود بس بتاع الخدمه برضه؟ لا، الرقم 035 اللي بيحطه البروتوكول اسمه اي تي ام، وايه تاني قلنا؟ قلنا هو كونفرتر بس. انا مش عايز منك غير الحاجتين دول. طب وباقي المهام بقى؟ لا، اقوم جاي رامي وراه راوتر سيسكو، وراوتر سيسكو ده هو اللي يقوم بكل المهام دي. بص بقى ركز معايا، راوتر سيسكو ده هو اللي هيشتغل راوتر. خلاص ده بقى كانه حته ايه؟ حته سلكه بالظبط، مجرد كونفرتر جايبه يحولك من ار جي 11 لار جي 45. اعتبر ان هو فعليا ملوش ايه؟ ملوش وجود. بص بقى، ده اللي هيشتغل راوتر. والاي بي البابليك اللي كان بيجي لك هنا هيجي لك فين؟ هنا. وبدل ما التريبل بي او اي كان شغال هنا، لازم نكونفيجره فين؟ هنا. وساعتها ده اللي كل ما تطفي الراوتر وتشغله الاي بي بتاعه هي هو اللي هيتغير، مش الاي بي بتاع الفتحه دي. خلاص دي بقت كانها حته ايه؟ حته سلك. تمام. بس الحاجه الوحيده اللي هتحط فيها اللي هي زيرو كام؟ 035 دي تفضل على الراوتر ده. تمام. وده اللي يشتغل دي اتش سي بي، وده اللي اتشغل عليه التريبل بي او اي، وده اللي لو عايز يشتغل دي ان اس، وده اللي لو عايز يشتغل فاير وول. هبص بقى، لو ده راوتر سيسكو وعايز تكنترول ايه اللي يعدي ولا ما يعديش، في حاجه مشهوره احنا خدناها اللي هي اسمها ايه؟ اي سي ال. لو درست بقى سي سي ان اي سكيورتي تعرف ان في حاجه كمان بنشغلها هنا اسمها سي باك، او الحاجه الافضل بتاعتها حاجه اسمها زوم بيزد فاير وول. دي كلها عباره عن حاجات بتحول راوتر سيسكو يبقى كانه جهاز فاير وول، كانك شاري اي اس اي فاير وول، بس طبعا عمره ما يوصل لامكانيات الاي اس اي فاير وول.
تمام. ده انا اقدر كمان اكونفيجر راوتر سيسكو ان هو يشتغل ايه اي بي اس، يعني كانه كده انتي فايروس كبير بيسكان الداتا ويتاكد ما فيهاش اتاك، ما فيهاش فايروس، ما فيهاش اي حاجه. كل ده اقدر اعمل له كونفيجريشن تاخده ان شاء الله في الان اس سكيورتي. بس ما حدش بيعمل كده دلوقتي، ما حدش يجيب راوتر سيسكو ويحوله فاير وول واي بي اس. ها لا، يجيب بقى يعني في الواقع العملي ده يبقى اي اس اي فاير وول او 40 جيت فاير وول مثلا او ايا كان نوع الفاير وول، وده يبقى حته سلكه كده بريدج تمام. وده اللي يبقى مسؤول عن النات ويعمل بقى الخمس انواع من النات اللي احنا اتكلمنا عليهم. عشان كده احنا هنشوف كونفيجريشن النات على راوترات سيسكو الكوماندات، بس نحول حته البتاعه دي لايه؟ ها للبريدج مود. ازاي تحولها لبريدج مود؟ سهله جدا يعني. تعالى كده افتح براوزر اكتب كده ADSL router bridge mode. صور كده مثلا اهو هنا، بص مش هيبقى شغال على بقى ولا تريبل بي او اي ولا اي حاجه من دي، بريدج مود اهو تمام. في اي سؤال؟ هو هيفضل على فكره يعني محتفظ بالاي بي بتاعه اللي هو انهي، نرجع لرسمه اللي هو واحد واحد، بس هتستخدمه عشان تعمل له كونفيجريشن بيه بس، لكن مش هيبقى فيه ليه اي مانجمنت. كانك عندك اكسس بوينت وليها اي بي بتعمل له تستخدمه في المانجمنت، اللي هو يبقى كونفرتر والرقم اللي هو 035 تمام كده. طيب والدنيا كلها والشغل كله يبقى هنا. او حاجه ثانيه، شايف ده كله كده تشتريه از اكارتا اوكي اي دي اس ال ويك ويتزرع هنا موجه، يعني كانك رحلت ده كده كله بقى حته كارتا كده زي عندكم بالظبط. ايه ار جي 11 على طول، يبقى كارتا هنا وكايا وان انترفيس كارد اي دي اس ال، وهي دي بقى اللي هنكونفيجر عليها كل حاجه. يعني دي اللي اخلي هيبقى ليها اي بي طبعا، كل ما تطفي الراوتر وتشغله الاي بي ده يتغير، والاجهزه كلها وهي طالعه تخمس في الاي بي ده، وهكذا بقى. وهي اللي هنشغل عليها، وساعتها بقى ال 035 ده الرقم ده لازم يتعمل له كونفيجريشن فين؟ على الفتحه دي بقى اللي هي الار جي 11 ديت تمام. يبقى كده خلاص انت مش محتاج لده اصلا، كان ده اتزرع ككارته جوه الايه؟ جوه شكلها ايه الكارته دي اللي هي زي اللي عندكم؟ انا ما شفتش اللي عندكم بس اكيد هي شبه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. هاي كارته تتحط في الراوتر على طول. احنا عندنا فيها اربع فتحات صح؟ اي دي اس ال صح؟ في اربع فتحات تمام؟ وهوريكم الكونفجريشن بتاعتها، يعني هنشوف الاثنين. انا هوريك الاول لو دي فتحه عاديه عادي ازاي نعمل بقى النات والاستاتيك نات والبورت فوروردنج والقصه دي كلها. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى شفنا يا اما اي دي اس ال بريدج يا اما يبقى وكايه اي دي اس ال. ها تمام معايا ولا ايه؟ صاحي ولا نايم؟ اوكي تعالى بقى اوريك السيناريوهين. نبدا باول سيناريو، ده اللاب بعد ما عملت له كونفيجريشن وظبطته. بصوا ركزوا معايا في اللاب ده عشان مهم جدا. السيناريو الاولاني ان انا هخلي دي كانها حته سلك بريدج تمام، وبس موجود مفترض بقى تعمل كونفيجريشن كلها هنا بقى. ده كده كده شغال راوتر باي ديفولت، مش محتاج تعمل. عايز بقى ممكن قدام ناخد ده ازاي تشغله دي اتش اس بي، او انتوا خدتوه في الان خلاص دي حاجات سهله. ازاي بقى تشغل على النت؟ اول حاجه في النت لازم تحدد للراوتر انهي فتحه اللي واصله بالاي بي هات البرايفت وانهي فتحه اللي واصله بالاي بي هات البابليك. بالنسبه لنا احنا في الرسمه ديت
اف 1 على 0 دي ايه؟ المفترض هي دي اللي هتاخد اي بي بابليك، صح كده؟ طيب والمفترض الفتحه دي واخده 3200 اهي، يبقى المفترض كل الناس اللي في شبكه 3 وهم طالعين يخمسوا في كام؟ في 40 واحد. طب بالنسبه للينكه دي، كل الناس اللي طالعين من هنا في شبكه واحد يخمسوا في كام؟ في 40 واحد. مش دي شبكه برايفت؟ لو طلعت زي ما هي اتعمل لها دروب، ودي نفس الكلام، انا عايز الناس دي كلها تخمس في 40 واحد. بس بص بقى، شايف الشبكه دي؟ الشبكه دي انا شغال فيها بالديزاين بتاع زمان، مش احنا اتفقنا الديزاين بتاع زمان تشتري اي بيهات، الديزاين الجديد اشتغل برايفت ويخمسه في اي بي واحد. فانا اللاب اللي قدامك ده عامل فيه شبكتين بالديزاين الجديد يخمسه في 40 واحد، وشبكه بالديزاين بتاع زمان. هنا بقى في ميزه ان راوتر سيسكو كل فتحه فيه ليها اي بي. ازاي بقى؟ فاكرين لما عملنا اللاب كنت باجي في نفس النتورك احط شويه اي بيهات، شويه اي بيهات برايفت، شويه اي بيهات بابليك، واضطر اجي على الفتحه ديها اي بيهين، صح كده؟ لا، ما حضرتك، ما انا عندي هنا الخير كتير الحمد لله، عندي فتحات كتير، صح كده؟ ها؟ قلت انها ممكن تتعمل، ممكن تتعمل لو عايز. فانا هنا عاطي شبكه 3، شبكه 1، ودي شبكه 80 انا شاريها من السيرفيس بروفايدر. يعني ايه؟ يعني انا عايز الراوتر ده اي حد من شبكه 3 او شبكه 1 وهو طالع يخمس في 40 واحد. لكن اي حد من شبكه 80، 80 1، 80 2، 80 3، 80 4، 80 6، دول هما طالعين ما لهمش اي علاقه بالايه؟ يطلعوا زي ما هما. وطالما انا شاري الشبكه دي من الاي اس بي، يبقى اي حد من اي مكان في العالم يسال على 80 1 2 3 هت ايه؟ هتوصل. فعشان كده بيقول لك ايه، لازم تحدد فين الجزء البرايفت والجزء البابليك. الجزء البرايفت بيسموه نات انسايد، الجزء البابليك بيسموه نات اوتسايد. فانا محتاج اعمل ايه؟ اخش على الفتحه اف 0 على 0 اقول لها، بقول لك ايه، انترفيس اف 0 على 0 اي بي نت انسايد، اللي هي دي فعلا اف 0 على 0. واخش على اف 1 على 1 اللي تحتها اقول لها انت برضو ايه، انسايد. طب دي هل ليها علاقه بالنت؟ يبقى مش هدخل عليها اصلا. هنا بقى لو انت ما دخلتش عليها يقول لك بس انا بره حسابات النت. ايه ده؟ يعني كده اي اي بي من هنا وهو طالع من الناحيه دي مش هيخمس في 40 واحد؟ لا، ملهاش علاقه. تمام كده؟ دي بره، ولا انسايد ولا اوتسايد. طب فين الفتحه الاوتسايد بقى؟ اللي هي اف كام؟ 1 على 0. اي بي نت اوتسايد. دي كده اول خطوه في النت، سواء هتعمل سواء بقى دايناميك بات او ستاتيك بات او ستاتيك نات او دايناميك نات او النابت، اي نوع من الخمسه لازم تبدا بالخطوه ديت، تحدد فين الانسايد وفين الاوتسايد. حتى في الاي او اس الجديده ممكن تيجي على الراوتر ده تقول له اي بي نت انيبل، ما تحددش انسايد واوتسايد، وهو يشوف الفتحات اللي واخده اي بيهات برايفت يقوم جاي مخليها ايه؟ انسايد، والفتحات اللي واخده اي بيهات بابليك يخليها ايه؟ اوتسايد. يعني ده للتسهيل مش اكتر. ممكن وتقوم انت عامل ايه بقى؟ داخل على الفتحه دي لو انت مش عايزها ولا انسايد ولا اوتسايد، تخش عليها تقوم جاي لاغي الايه؟ النت من عليها، تلغي الكوماند من عليها. وصلت؟ فدي حاجه للتسهيل لو انت عندك فتحات كتير، بدل ما تقعد تخش جوه الفتحه الاولانيه تقول له اي بي نت انسايد، والثانيه انسايد، والثالثه انسايد، اي بي نت انيبل يجي على كل الفتحات اللي هو اي بي نت برايفت ويخليها ايه؟ انسايد. مش عايز تستخدمها خلاص مش مهم. ها؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ نبدا بقى نعمل ايه؟ نعرف الراوتر ده يا ترى الداتا اللي جايه من الانسايد طالعه من الاوتسايد يعمل فيها ايه؟ يعمل لها نات ولا ما يعمل لهاش؟ طب واللي جاي من بره من الاوتسايد داخل انسايد يعمل في ايه؟ وهكذا. نبدا باول نوع اللي هو ايه؟ كده ده الدايناميك باد ده. بس بص يا سيدي، اقول له ايه هنا؟ انا عايز الناس اللي جايه من هنا ومن هنا اللي جايه من الانسايد وهي طالعه من الاوتسايد تخمس في كام؟ 40. سؤال 40 واحد ده الاي بي بتاع انهي فتحه؟ 1 على 0. اف 1 على 0. هقول له ايه بقى؟ اي بي نات انسايد، اي حد جاي من الانسايد، تمام؟ السورس اي بي بتاعه، السورس اي بي بتاعه موجود في الليست رقم 5، يبقى هنا في كونديشن. ها؟ بس
اكسس ليست. دي اكسس ليست رقمها كام؟ 5. في كونديشن هنا، لو الراوتر لقى الاي بي اللي جاي ده مش موجود في الليست رقم 5 مش هيعمل له ايه؟ مش هيعمل له نات. عشان كده انت تقدر تكنترول مين يتعمل له نات ومين ما يتعملهوش نات عن طريق الكونتنت بتاعت ليست رقم كام؟ رقم 5. ممكن بقى انت تحط في الليست رقم 5 دي بيرميت او ديناي. اللي هتحطه بيرميت هيتعمل له نات، اللي هتحطه بديناي مش هيتعمل له نات. انت ممكن تخلي هوست معين داخل الليست رقم 5 ما يتعملوش نات، وبالتالي الراجل ده مش هيعرف يطلع ايه؟ يطلع نت. يعني انت ممكن تكنترول من خلال النات مين يطلع نت ومين ما يطلعش نت، بحيث ان انت اي واحد مش تعمله نت ما هيطلع بالبرايفت اي بي بتاعه، واول ما يوصل الاي سي في جاي عامل له ايه؟ عامل له دروب. تمام. ده انت ممكن ايه، مش احنا اخدنا الاكسس كنترول ليست في منها ستاندرد واكستندد صح كده؟ انا ممكن هنا بدل ما احط ليست رقم 5 احط ليست رقم 105 مثلا. دي هتبقى ايه بقى دي؟ احنا عارفين ان الارقام من 1 ل 99 ستاندرد، ومن 100 ل 199 اكستندد. انا ممكن احط في الليست رقم 105 اقول ايه؟ لو الاي بي الفلاني رايح يكلم الاي بي الفلاني يتعمل له نات، لكن لو رايح يكلم اي بي تاني ما يتعملوش نات. يعني انت ممكن تحط كونديشن امتى الجهاز يتعمل له نات. انت ممكن تخلي ايه، جهاز جوه شبكتك مش مسموح له ان هو يتعمل له نات الا اذا كان رايح يفتح مثلا فيس مثلا، يعني فالاي بي بتاع الفيس كذا، فبحط في الاكسس ليست لو كان السورس الاي بي الفلاني والديستنيشن الاي بي بتاع الفيس يتعمل له نات، غير كده لا. ايه هقول لك ازاي تعمله بس نفهم الفكره. يعني انا اقدر ايه اكنترول انت يتعمل لك نات امتى، ومسموح لك يتعمل لك نات ولا مش مسموح لك. ممكن اقول لو انت جاي من اي بي فلاني رايح للاي بي الفلاني يتعمل لك نات، اي بي تاني ما يتعمل لكش نات. طب خلي بالك الاكستندد اكسس كنترول ليست مش تقدر تاخد بيها اكشن بناء على الديستنيشن بورت ده. انا ممكن اقول ايه، لو الجهاز الفلاني طالع نت اتش تي تي بي يتعمل له نات، اتش تي تي بي اس ما يتعملوش نات، تيل نت يتعمل له نات، اس اس اتش ما يتعملوش نات، وهكذا. يعني بالاخر هم عاملين لك دي لسته ليه؟ عشان انت بقى ايه تكستمايز فيها بمزاجك امتى اعمل نات وامتى ما اعملش نات، مين يتعمل له نات ومين ما يتعملوش نات. في اي سؤال؟ هناخد احنا امثله على تلاش. اقول له ايه، لسته رقم 5، 5 ده اي رقم انا حطيته من دماغ، لان انا لسه هعمل ايه دلوقتي؟ لسته رقم 5 اهي. شايفين الكلام ولا مش شايف؟ ما المشكله ان كده اكبر حاجه. طب انا اقول لك حاجه، اخد دول كده كنترول سي. كده تمام. احنا لازم نراعي برضو الناس الغلابه اللي زي مش هتصلح التي في بوكس بقى ولا ايه؟ ماشي انا هفضحك في الفيديو دلوقتي. هو التي في بوكس ده سهل ماشي. ايه بقى لي شهرين كده اعتقد، احنا اصلا بادئين الكورس من ما كملناش شهر. كان في حاجات فيها اولويات. طب يلا بينا. طيب يا وصلنا لفين اهو؟ ايه انا عملت ليست رقم 5 باي اسم يعجبني، وادي الليست رقم 5. لسه هوريك الليست رقم 5 فيها ايه، بس انا عايز يبقى اي حد في الليست رقم 5 ها وهو طالع عارف، لو انا قلت له يتبدل ب 40 واحد، ما 40 واحد ده ممكن كل ما تطفي الراوتر وتشغله ايه اللي يحصل فيه؟ يتغير صح كده؟ انا اقول له ايه، بدل الناس اللي طالعه من الانسايد بس بشرط موجودين في الليست رقم 5 بالاي بي بتاع انهي فاتحه، اف 1 على 0، بغض النظر عن الاي بي ده كان 40 واحد كان 40 2 50 1 اي حاجه، شوفوا كام وطلعوا. في سؤال لحد دلوقتي؟ عارف لو انت سكتت على كده وما كتبتش الكلمه دي، لو سكتت على كده ايه اللي يحصل بقى؟ كده اول جهاز هيطلع من الليست رقم كام؟ 5، يقوم جاي طالع بالاي بي بتاع الفتحه اف 1 على كام؟ على 0.
يبقى كده مين اللي لحق واخد الاي بي بتاع الفتحه اف 1 على 0؟ اول واحد، والباقي مش هتعمل لهم نت. تمام، يبقى كده ايه؟ كانك عامل دايناميك نت ومش حاطط في البول بتاعتك غير ايه؟ اي بي واحد، اللي هو اي بي اني فتحه اف 1 على 0. اول جهاز هيلحق يطلع هو ده اللي هي. تمام، مش فاهم ايه؟ بقول لك لو ما كملتش الحته اللي فاضله دي، لو ما كملتش انا هكمل دلوقتي. يعني انا لو وقفت على كده، كده ايه اللي هيحصل؟ اي حد في الليسته رقم 5 وهو طالع يتبدل بالاي بي بتاع فتحه اف 1 على 0. اول واحد هيبان، اول واحد يطلع بقى، مش شرط يبانك بقى، اول واحد يطلع اللي يلحق بقى. طب الثاني مش هتعمل له نيت، هيطلع زي ما هو من غير ما يتعمل له نيت. انا عايز ايه؟ انا عايز حضرتك كله يخمس في الاي بي بتاع 40 كام واحد. ده بقى الجديد بقى، يعني امر اوفرلود ده ما كانش موجود زمان. اوفرلود معناها ايه؟ زود الضغط على مين؟ على 40 واحد. كله يا جماعه يضغط على مين؟ على 40 واحد. كله يخمس في 40 واحد، يعني كله يخمس في الاي بي بتاع اف واحد على كام؟ عشان كده مسمينها ايه؟ اوفرلود. عشان كده اقول لك البات، البات ساعات بيسموه ايه؟ ليه اسم تاني، نات ويز اوفرلود، يعني نات، النات العادي اللي احنا متعودين عليه بس يعني الضغط شديد عليه شويه، اوفرلود. فاوعى تنسى تكتب اوفرلود دي يا جماعه، كلكم خمسوا. ايه اللي هيحصل بقى؟ كله يطلع ب 40 واحد او بالاي بي بتاع الفتحه دي ايا كان قيمته ايه. بس مع اختلاف ايه بقى؟ مع اختلاف البورت. تمام كده معايا ولا في مشكله؟ طيب فاضل ايه بقى دلوقتي؟ احدد الليست رقم، الليست رقم 5. الليست رقم 5 بقى تحط فيها الناس اللي على مزاجك اللي انت عايز يتعمل لهم نت. فانا حطيت هنا في الليست اكسس ليست 5 بيرميت. بص عملت ايه؟ ركزوا معايا، 192.168.0.0 شايف هنا ده الوايلد ماسك، احنا عارفين اكسس كنا بنحط فيها الوايلد ماسك، وايلد كارد ماسك، حطيته 0.0.255.255. انت عارف كده انا انكلودد في الليست الاي بي هات من كام لكام؟ 192.168.0.0 لحد 192.168.255. دي كده سوبر ايه؟ سوبر نتورك، يعني تشمل بداخلها شبكه 3.1 و3.2 و3.2، شبكه 3 يعني، وشبكه 1 و5 و1 و1 يعني اي اي بي هيجي من الانسايد من هنا ومن من الانسايد. خلي بالك حتى لو كان عارف، لو كتبت هنا صفار 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 يعني كده انت كانه بتقول له ايه؟ اي اي بي يجي لك من الانسايد، يعني عارف لو حطيت هنا 0.0.0.0 بس ساعتها بقى هيبقى الوايلد كارد ماسك ايه؟ 255 كله اللي هو مقلوب الماسك اللي هو كله صفار، صح كده؟ ساعتها كانك بتقول له ايه؟ اي اي بي يجي لك من الانسايد اعمل له نات. هل معنى كده ان 80 وهو جاي هيتعمل له نات؟ مع حضرتك انت 80 مش محدد نوعه كايه؟ كانسايد، ده ولا انسايد ولا اوتسايد، يبقى بره الحسابات بتاعتنا خالص. تمام؟ فساعتها ايه اللي هيحصل؟ كده اي اي بي هيبدا، كان ممكن على فكره ابقى مور سبيسيفيك اكتر اقول له 1.0 بس ساعتها احط ايه؟ كده انا بقول له اوعى تعمل نات الا للناس اللي في شبكه كام؟ واحد. كده حتى لو في اجهزه جت من شبكه 3 رغم ان احنا مخلين الفتحه دي ايه؟ انسايد، مش هيتعمل لها نات لان هي مش موجوده في الليست رقم كام؟ رقم 5. تمام؟ طب انت بقى لو عايز تحدد يعني بطريقه ادفانسد، بص ممكن الليسته دي اخليها مثلا كوبي كده، بص بيرميت، خلي بقى دي ايه، افرض مثلا الهوست ده تحديدا 3.2 ده تحديدا مش عايز يتعمل له نت، ده هو طالع خلاص. الليست رقم 5 حط الاول ديناي للهوست 192.168.0 3. لا انت لما بتكتب كلمة هوست يبقى مش محتاج تكتب وايلد كارد ماسك. 3 كام؟ 2 ماشي؟
تشيل دبل. ده في الليست رقم 5 مش مسموح يتعمل له نات. طب وبعدين حط لي هنا 0 0 255 255. انت عارف كده كانك بتقول ايه؟ بتقول يا جماعه اي حد بيبدا 1 6 9 8 بغض النظر بقى 1 2 3 4 ما عدا مين ده ما يتعملوش نات. فانت تقدر بالاكسس ليست تحدد مين تعمل. اللي مش اتعمل له نات ده مش عارف يطلع نات. تمام. طيب لو عايز حاجه ادفانسد اكتر، ايه رايك اخلي دي لستة 105؟ لستة 105 يبقى المفترض تبقى اكستندد، تحدد سورس وديستنيشن. بص بقى انا ممكن اعمل ايه. 105 اقول له ايه بقى؟ انا عايز مثلا اقول هوست 192 168 31 او 32. ده الراجل ده هو ده اللي هن طبعا هقول له هنا بيرميت الاول بيرميت لا ده انا لسه اكسس ليست ما فيش كلمه سورس. هوست 32 بيرميت يعني هيعمله نت ولا مش هيعمله نت؟ هيعمله نت بس بشرط يكون رايح للهوست. شوف مثلا اي بي بابليك معين بره مثلا اي حاجه نجرب بيه 4 8. بس هنا هتبقى هوست برضه. ما انت عايز تقول ايه؟ بص انت عايز تقول 3 2 ده ما يتعمل لهوش نات الا اذا كان رايح يكلم 4 8. ده هيكلم ايه؟ هيكلم اي بي يبقى هوست برضه. بس هنا لازم تحط قبلها بيرميت اي بي. اي بي يعني بغض النظر عن نوع الترافيك اللي رايح ل 4 8. اصل انت ممكن تبنج على 4 8 ممكن تفتح سيشن مع 4 8 دي سي بي ممكن تفتح هاي ودي بي. فاي بي تشمل ايه؟ اي ترافيك فيه سورس اي بي ديستنيشن اي بي رايح لمين؟ ل 4 8 بغض النظر عن نوعه تي سي بي يو دي بي ايا كان. او مثلا ممكن ده يبقى ويب سايت معين. يعني تخيل معايا ان 31 111 ده موقع فيس مثلا. يبقى انت لو رايح تفتح موقع الفيس يتعمل لك نت. تمام كده. طب وبعدين تعالى ناخد السطر ده ديناي بقى ديناي اي بي من الهوست 3 2. بس المره دي هقول له ايه؟ اني اي حاجه تانية غير كده. يعني لو 3 2 ده رايح لاي حد غير 31 3 وحايد مش مسموح يتعمل له نات. طبعا ساعتها هتحط فوق هنا الليسته كام؟ 105. طيب باقي الناس بقى باقي الناس يتعمل لهم نات عادي. فاقول له ايه بقى؟ نحط السطر كده زي ما هو. يبقى اي حد تاني بيرميت اي بي براحتك عايز تخليها اني ايه براحتك. طب ايه رايك لو انا عايز ابقى مور سبيسيفيك اكتر؟ 31 111 ده انت ممكن تفتح معاه اتش تي تي بي سيشن، ممكن تفتح معاه اتش تي تي بي اس سيشن، ممكن تفتح معاه تيلنت سيشن، صح كده؟ اس اس اتش. ممكن تبقى رايح تداونلود فايل منه ب اف تي بي بروتوكول تي اف تي بي بروتوكول. يعني انت رايح للسيرفر ده تعمل ايه؟ ممكن اقول بيرميت. انا عايز اقول لو انت رايح تفتح الموقع ده اتش تي بي اس ماشي، غير كده عايز تبنج عليه او عايز مثلا تفتح معاه اي سيشن من اي نوع تاني اتش تي تي بي مثلا تلنت عليه اي حاجه تانيه ما تشتغلش. فاقول له بيرميت تي سي بي مش اتش بي اس ده تي سي بي من هوست 3 2 لهوست كذا. بص اقول له ايه؟ ايكوال 4 4 3. يعني لو رايح تفتح سيشن تي سي بي مع 31 3 وحايد ببورت نمبر 4 4 3 مسموح لك، غير كده ها ديناي. هي فين اكسس اللي بالاول؟ اهي ظهر دي. غير كده ايه حضرتك؟ ديناي. شايف؟ تقدر تلعب بالاكسس كنترول ليست مين يتعمل له نت ما يتعملوش نت، كونديشنز معينه ما يتعملكش نت الا اذا اتحققت. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ معايا ولا ايه؟ اصحى. اوكي. ده بالنسبه لايه؟ للدايناميك بات عشان الناس كلها تخمس في الاي بي اللي هو بالنسبه لنا هنا هيبقى 40 واحد. طيب
بالنسبه بقى تعالى طبعا احنا لو جينا نجرب دلوقتي من 3 احنا شفناها صح المحاضره اللي فاتت 3 1 وهو طالع 5 في كام 40 1 والمعلومه اتزرعت فين؟ اتزرعت في الجدول اتحطت في الجدول وشفناها وهو راجع بعتها له تاني. طيب ستاتيك باد بقى اللي هو البورت ايه؟ فوروردنج. طيب بص يا سيدي انا عندي هنا عندي هنا 3 1 ده انا مشغل ويب سيرفر على بورت نمبر اتش تي تي بي انت شايف ده بقى ولا مش شايفه؟ شايفه؟ طب استنى انا البرنت سكرين هنا فين؟ في في ماجنيفاير فين الماجنيفاير؟ استخدمتهاش قبل كده قول لي كده اكتب ايه بقى؟ عمري ما استخدمتها ايوه كده ايه؟ طيب بص كده بعدين بقى بص انا عندي جوه الجهاز اهو 3 1 ده انا مشغله ويب سايت اتش تي تي بي على بورت كام ده؟ 8 وده ويب سايت 3 2 اتش تي تي بي اس ممكن ده بقى يبقى كاميرا ممكن يبقى دي في ار المهم ده شغال على 4 4 3 8 اقدر اوصل له من بره؟ ما اقدرش الطبيعي ما اقدرش صح كده؟ بس احنا اتفقنا ان انا لو ثبت هذا الاي بي وعرفته اقدر اوصل لده وده يحولني على ايه؟ على حد جوه. واحد الطرق اللي خدناها البورت ايه؟ فورورد. بص بقى انا عايز اقول ده ايه؟ يا 40 واحد لو حد سالك على بورت 80 حوله على 3 1 ولو حد سالك يا 40 واحد على بورت 4 4 3 حوله على كام؟ 3 2 اهو منتهى البساطه اتفه ما يكون الكوماندات. بص اقول له ايه؟ بص هنا بقى لو قرينا السطر من هنا هيبقى احسن اسهل بكتير. يا 40 واحد يا 40 واحد لو جات لك داتا بتسال على بورت نمبر كام؟ 80 حولها على 3 1 بورت نمبر كام؟ طب الترافيك اللي جاي ده هيبقى تي سي بي ولا يو دي بي ولا ايه بالظبط؟ تي سي بي. طب افرض انت مش عارف الابلكيشن اللي عندك جوه تي سي بي كرر الكوماند ده مرتين مره تي سي بي ومره يو دي بي تمام؟ بس خلاص ده كده يعتبر ايه؟ ده يعتبر بص حتى بص مش ده دلوقتي لاحظ ايه الفرق ما بين الكوماند اللي فوق والكوماند اللي تحت اي بي نات انسايد سورس لحد هنا بس ده ستاتيك ايه؟ بات عشان كده في كلمه ايه؟ ستاتيك. ستاتيك بات ليه بقى؟ للترافيك اللي من نوع تي سي بي اللي جاي من بره ب 40 واحد بيسال على بورت 80 يتحول على 3 1 زي ما هو بورت 80. عارف بقى لو انت البورت اللي هيجي لك من بره هتلعب فيه وتغيره قبل ما يوصلك جوه زي ما شفنا المره اللي فاتت حط هنا الرقم اللي هيجي لك من بره وحط هنا الرقم اللي انت عايزه يتحط ايه؟ يتحول لجوه. معايا؟ ونفس الكلام عملته ل 4 4 3 4 4 3 بس يتحول المره دي على كام؟ على 3 2. في اي سؤال؟ عايزين نجرب بقى الاستاتيك بات. على فكره انت لو جيت هنا هتلاقي المعلومه دي تم تسجيلها في الجدول بطريقه ستاتيك. الجدول المفترض الطبيعي بيبقى ايه؟ بيبقى فاضي وبيتملى كل ما حد من جوه من الانسايد يفتح سيشن مع الاوت سايد صح كده؟ لكن المعلومه دي حضرتك سجلتها مانيوال بايديك. طب تعالى نشوف الدليل. تعالى على الراوتر ده كده قول له ايه؟ قول له انيبل شو الاول انيبل شو اي بي نت انس ترانسليشن. اها بص بقى شايف بتسجل معلومه ان اي ترافيك نوعه تي سي بي جاي من بره ل 40 واحد بيسال على بورت نمبر 4 4 3 يتحول ل 3 2 4 4 3 40 1 80 3 1 وهكذا. طيب نتاكد من الشغل ازاي؟ تعالى لو انا قاعد بره يا عم تخيل ان ده واحد قاعد في بيته اهو هيفتح البراوزر
هيكتب فيه ايه بقى؟ اخد بقى عشان الناس تطلع في الحته دي. يكتب اه بالظبط 40 واحد وسكت، الترافيك هيروح بكام؟ ب 80 ولا 4 4 3؟ ب 80. يبقى هيتحول على 3 كام؟ 3 1. انتر. اصبر عليه بس، افتح. فتح اهو. تعالى بقى ايه نراقب حضرتك، اراقب، خليني اراقب ال HTTP وال HTTPS. هو ما ينفعش يعني يبقى ممكن نلعب ايه لينز دي؟ دي حتة بنزوم عليها. تعالى بقى من بره كده نقول له جو تاني واتفرج بقى على ايه الداتا طالعه اهي. بص هي المفترض طالعه، انت شايف البتاع وهي ماشيه صح؟ طب اهي طالعه. بوصله وانت ماشي. طب بص الداتا، بص اول ما وصلت هنا، بص شايف اتحولت على مين؟ على 3-1. طيب تيجي نفتحها كده ونشوفها بقى وهي داخله وهي طالعه. نزوم بقى هنا وهي داخله. اه بس ايه هي دي وهي وهي راجعه دي، انا عايزها وهي داخله. ايوه ايوه وهي داخله. بص بقى وهي داخله، داخله بتسال على 40 واحد، بس اول ما لقى ان البورت نمبر بتاع عليه 80 قال لك بس ده انا عندي في الجدول معلومه متسجله ستاتيكالي ان انا احولك على 3-1، والبورت نمبر زي ما هو كام؟ 80. بس يا سيدي. وقيس نفس الكلام على 4-4 ايه؟ على 4-4-3. ها؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى ده بالنسبه لي الاستاتيك بيت سهل جدا زي ما انت شايف كده. حط بقى اي بورت يعجبك طالع داخل. عاملين انتوا منه كتير قوي الاستاتيك. انا عامل لكم دلوقتي هنا فايل اهو. راحت فين البتاع دي؟ بصوا كده الفايل ده. جمله جملة نت اهو. بص يعني مثلا انت عندك جي 0 على 0 مخليه ايه؟ انسايد. هنا مخلي السيريال ده اوت سايد. هرجع انا الملف ده اشرحه لكم في فيديو لوحده. وده اوت سايد. والدايلر، مش انتوا عندكم دايلر؟ اوت سايد. الدايلر الثاني اوت سايد. وهنا بص بقى كل اللي مكتوب في اخره هبقى اقول لكم الامر ده لازمته ايه، بس انتوا عندكم لو حتى لو ما كتبتوش مش هيأثر عليك يعني من الكونفيجريشن اللي انا شايفها دي. عامل هنا ايه بقى؟ شايف اللي اخره اوفرلود ده؟ اوفرلود ده اللي هو الايه؟ البات اللي هو الدايناميك بات. اي حد في الليست رقم 2 وهو طالع يخمس في الاي دي بتاع انهي فتحه؟ دايلر اللي هو كل ما بتطفي الراوتر وتشغله بتتغير. تمام. وهنا نفس الكلام، وده برضو نفس الكلام اوفرلود، وهنا ده برضو اوفرلود. الاربعه دول بات. تمام. وكل بقى وكل اللي اخره كلمه اكستندبل ده بورت فوروردنج. اللي يسال على بورت 25 على الاي بي ده حوله على مش عارف ايه، اللي يسال على بورت 53 حوله على اي بي مش عارف ايه، وهكذا. وفي عندك ستاتيك نت بقى لسه انا هشرحها، اللي يسال على الاي بي الفلاني حوله على الاي بي الفلاني. طب نرجع تاني كده هنا. بصوا بقى ركزوا معايا. انا كده الاجهزه دي الحمد لله بتعرف تطلع نت. ليه؟ وهي طالعه بتخمس في 40 واحد. وبعرف اوصل لبعض الابلكيشنز اللي عليها من بره عن طريق ايه؟ البورت فورورد. طب الجهازين دول برضو المفترض بيعرفوا يطلعوا نت. طب لو عايز اوصل لهم من بره، مش احنا قلنا في كذا طريقه اوصل من بره؟ دلوقتي عايز اشرح لك طريقه ايه بقى؟ الاستاتيك نت. طريقه الاستاتيك نت لازم تكون شاري للاجهزه دي اي بي هات بابليك. انا بقى رحت كلمت الاي اس بي، ما انا هنا الاي اس بي،
انا شاري منه ايه؟ شاري منه شبكه 80 اللي انا حاططها كلها فين؟ هنا اهي، وشاري منه شبكه 70 على 30. 70 على 30 يديني كام؟ 70 1 و70 2، 70 0 و1 و2 و3. افترض 0 و1 0 3 برودكاست و1 و2 اقدر استخدمهم، بس هنا مع السكت تستخدم الاربعه لو انت عايز. اوكي، فانا بص عملت ايه؟ جيت على الراوتر ده، مش كده اي حد على مستوى العالم هيسال على 70 1 ده هتجيلي، 70 2 ده هتجيلي، خلاص؟ انا هقول للراوتر ده ابدا الاستاتيك نت، اسال واحد الاستاتيك نت. بقول لك ايه؟ اللي يسال من بره على 70 1 حوله على 1 1، واللي يسال من بره على 70 2 حوله على 1 2. وكده نتيجه ده ايه؟ ان 1 1 وهو طالع نت مش هيخمس مع عامه الشعب في 40 كام؟ واحد. لا، ده انت شاري له اي بي مخصوص 70 1، ده استثناء. مع ان انت هنا قايل اي اي بي 192.168.0.0 يخمسوا في 40 واحد، لكن حضرتك الكلام ده مور سبيسيفيك. 1.1 ده رغم ان هو انكلودد في الليست رقم 5، بس انت مخصص له اي بي عشانه، وده مخصص له اي بي عشانه. عشان كده لو 1.1 طالع نت يطلع ب 70 واحد، 1.2 طالع نت يطلع ب 70 كام؟ 70 2. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ انت عارف كده انا من بره لو سالت على 70 واحد هوصل ل 1.1. الدليل، تعالى بقى على اي جهاز هنا، افتح حضرتك البراوزر واكتب 70.0.0.1 انتر. فتح معايا، فتح معايا. تعالى نراقب، تعالى نراقب تاني اهو. 70.1 الداتا طالعه، طبعا هي رايحه بما ان انا شاري 70.1 و2 و3 3 جات لي. بص بقى، تعالى نفتحها هنا. بص يا سيدي، داخلالي بتسال على 70.1، طالعه من عندي 1.1. خلي بالك ده ستاتيك نت، ملوش دعوه بالايه؟ بالبورت نمبر. طول ما انت مش شايف كلمه اوفرلود يبقى البورت نمبر بره الايه؟ الحسابات. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ دول كده كام نوع؟ ثلاث انواع. فاضل كام نوع بقى كده؟ الدايناميك قلنا ملوش لازمه، ما احنا هنشوف برضو ازاي يتعمل. فاضل اثنين، الدايناميك نت والنابت، صح كده؟ بص يا سيدي، كل الفرق ايه بس؟ في الدايناميك نت ده الدايناميك بات، الدايناميك بات بزود كلمه ايه؟ اوفرلود. لا، في الدايناميك نت انا عايز البورت يطلع بره الحسابات، يبقى هتتشال كلمه اوفرلود. كده انت عامل دايناميك نت، بس في حاجه، الناس اللي هتطلع بانهي اي بي؟ بالاي بي بتاع اف واحد على زيرو. ده اف واحد على زيرو ده اي بي، مش المفترض في الدايناميك نت بيبقى فيه بول فيها شويه اي بيهات، واللي يطلع ياخد اي بي من البول ويطلع، واللي بعده ياخد اي بي اللي بعده ويطلع، واللي بعده ياخد اي بي اللي بعده ويطلع. عشان كده احنا هنستبدل بدل كلمه انترفيس اف واحد على زيرو دي، هشيلها واكتب بدلها بول مسافة، واحط اي اسم اكس. ايه اكس ده؟ اسم البول. وبعدين في كوماند بكتبه لوحده بكريت فيه البول اللي اسمها ايه؟ اكس، واحط فيها الاي بيهات اللي ايه؟ اللي انا عايز الناس تطلع بيها. وصلت؟ يبقى بص كده بقى، هنا هيبقى الكوماند ايه؟ هيبقى الكوماند بقول لك ايه؟ اي حد في الليست رقم 5 اللي يلحق يطلع من الليست رقم 5 يلحق ياخد له اهو اي بي من البول اللي اسمها ايه؟ اكس، صح كده؟ يبقى انا محتاج امرين، امر يحدد مين الناس اللي في الليست رقم 5، وامر يحدد مين الناس اللي في البول رقم كام او اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها اكس. ايه بقى الكوماند اللي يحدد ال فين الواحد فين؟ بص تعالى اوريك الكوماند اهو في ملف التكست بتاع الكونفجريشن. اكسس كنترول ليست، لا مش اكسس كنترول ليست، بص يا سيدي انا حاططهم لك كلهم هنا. بسم الله، البول تقول له ايه؟
اي بي ناد بول. افترض بقى تحط هنا ايه حضرتك؟ ها اكس اللي احنا كتبناها في الامر بتاع الدايناميك نت. حط بقى البول بمزايا، قول له من 40 0 ل 40 7. كده انت شاري شبكه على كام؟ على 29. اهو الاون ماسك بتاعها. دي طريقه في الكتابه ان انت تكتب اول اي بي واخر اي بي والماسك طبعا اللي بيحدد لك البول دي اللي انت شاريها من اي اس. في طريقه ثانيه، اقول له اكس، اقول له اكس واقول له 40 0 40 7. بص بدل ما اكتب نت ماسك كذا اقول له بريفكس لينس على 29. دي طريقه ثانيه اديك نفس النتيجه. طب ممكن اقول له ايه؟ لا سيبك من ادرود دي. خلاص دول الطريقتين اللي. يا اما اكتبها بالصيغه دي يا اما اكتبها بالصيغه اللي هي على ايه؟ على 29. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ بس خلاص سهله. هو كان عندي سؤال اتفضل. في الرسمه في الباكت تريسر، ارجع للباكت تريسر. هو كل النت كويس بس النقطه بتاعت ال 70 هم ازاي من بره عرفوا ان ال 70 هو هيجي للراوتر ده؟ انا شاري من الاي اس بي شبكه 70. بس انا مش محطوط عليه انترفيس ولا اي انترفيس، ما عشان كده بقول لك ينفع تستخدم النت والايه؟ والبرودكاست. الاي بيهات دي مش محطوطه لفتحه معينه. طب هو مروت عنده يعني لو حد سال؟ طبعا. انا عامل روت هنا ان شبكه اهو. بص عامله انا مظبطه هنا اهو. تمام. انا عامل ان الاي اس بي، طبعا الاي اس بي ساعتها تبقى الشبكه دي هو زارعها عنده بالبي جي بي والعالم كله عارفها، ومن اي حد اي حد في اي حته على مستوى العالم عارف اللي يوصله لشبكه 70 ومروتها على البي جي بي، والمفترض اتجاهها الاي اس بي منين؟ على الخط بتاعي اللي انا موصله منه. ما ده معنى ان انت تشتري شبكه من الاي اس بي ان هو هيخلي اي حد من اي مكان في العالم يسال عليها، انت تجي لك لحد باب الراوتر بتاعك. المهم بقى لما توصلني اعمل فيها ايه بقى؟ انا بقى اعمل لها فورورد على حد مهم بقى وهكذا. تمام كده؟ طيب بص بقى نكبر كده. انا كده لو عملت ايه؟ سي حطيت في الليستة في البول اللي اسمها اكس دي 6 اي بيهات، يبقى كده اول 6 هيلحقوا يطلعوا هم دول اللي هيتعمل لهم نات، والباقي ها بره النات. طب افرض انا كتبت كده بول اكس قمت جاي مزود اوفرلود، يبقى انت كده ميكس ما بين ايه حضرتك؟ ما بين الدايناميك نات والدايناميك بات اللي هو النابل بقى. نتورك اند بورت ادرس ترانسليشن. تمام. طيب عارف انت لو عملت بول حطيت فيها اي بي واحد بس اللي هو كام؟ 40 واحد، يبقى هيديك نفس نتيجه الكوماند الاولاني اللي كنا كتبناه بتاع الدايناميك بات. يعني انت لما بتيجي تعمل الدايناميك بات يا اما تقول له بقول لك ايه، ابقى اطلع بالاي بي بتاع الفتحه اف 1 على 0، يا اما تعمل بول تحط فيها الاي بي فقط بتاع الفتحه اف 1 على 0. بس هنا الفكره ايه؟ ان الفتحه اف 1 على 0 كل ما الانترفيس بيتطفى وبيشتغل بتاخد اي بي ايه؟ جديد. طب افرض الاي بي ده كان ثابت، عادي كان ممكن اقوم جاي عامل بول حاطط فيها اي بي واحد بس. طب ساعتها هكتبها ازاي؟ عادي، تعالى هنا في الكوماند بتاع البول ده، الكوماند بتاع البول حط هنا مثلا 40 واحد والنهايه برضو 40 ايه؟ واحد، والماسك هيبقى كله 200 كام؟ 55. يبقى كده بقول فيها ايه؟ اي بي واحد بس. تمام؟ زودت اوفرلود في الاخر يبقى كله هيخمس في الاي بي ده، ما زودتش يبقى اللي هيلحق يطلع بيه هو اللي هيتعمل له ايه؟ هو اللي هيتعمل له نت. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي. احنا كده شفنا على سيسكو راوتر الكونفيجريشن بتاع الدايناميك بات والاستاتيك بات والنابت. شفنا حددنا الانسايد والاوتسايد وانواع، وشفنا الاكسس كنترول ليست، وشفنا ان انت ممكن تعمل ستاندر اكستندد. الجدول بقى عايز افرجك على الجدول شويه، يعني تعالى كده ارجع هنا وخلينا ايه، خلينا نيجي على الجهاز ده مثلا
نفتح فيس دبليو www.facebook.com. خد بالك انا لما هكتب facebook.com في تو بروتوكولز هيشتغلوا في الباك جراوند. لا دي ان اس يو دي بي و والتي سي بي اللي هو الاتش تي بي 153 والتاني كام 80. فانا قبل ما ادوس انتر مش المفترض كل ده هيتسجل في الجدول وده طالعه؟ طيب هاجي هنا كده اقول له ايه شو اي بي نت ترانسليشنز. تعال نكبر ال حتى الان هنا المفترض ايه مش كلير الجدول كده شو اي بي نت ترانسليشن مفيش اي حاجه. لا في طبعا التي سي بي 80 ده اللي انا عامل له بورت ايه بورت في الفوروردنج صح كده ناش دعوه بيه ده حاجه معلومه انا مسجلها ستاتيك. طب تعالى بقى من الجهاز ده هقول له جو وراقب لي اللي بيحصل. هو ممكن لو انت عايز طبعا هو دلوقتي في معلومات اتحطت في الجدول. بص يو دي بي يو دي بي بص من مين اللوكال 3-1 انت شايف كده بص في داتا جايه من 3-1. خد بالك بقى عشان في مصطلحات هنا في النت تتسجل في الجدول بيسموا الاي بي البرايفت اللي جاي من الشبكه بتاعتك انسايد لوكال. انسايد لوكال دي مصطلحات في النت مهمه. والاي بي البابليك اللي انت هتطلع بيه انسايد جلوبال. خد بالك الاثنين انسايد لان الاي بيين دول عندك عشان ما تتلخبطش هنا. انت ممكن تقولي لا يا باشمهندس المفترض 40-1 ده يبقى الايه. لا فرق هنا انت الاي بي بتاع الشبكه البرايفت عندك والاي بي بتاع البابليك الاثنين واحد. الاثنين انسايد بس واحد لوكال والتاني ايه ما تلخبطش ما بين دول وما بين الانسايد انترفيس والاوتسايد انترفيس. ترقيم او اسماء الانترفيسز حاجه واسماء الاي بيات هنا حاجه تانية. البورت نمبر اللي انا طالع بيه كام ماليش دعوه 1025 هو لقى ان ايه 1025 مش مستخدم فطلعك زي ايه. وخد بالك بيسجل عندك هنا ايه ان انت طالع ببروتوكول ايه. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان في باكت تانية ممكن تطلع برضه ب 1025 في نفس اللحظة بس تكون تي سي بي في نفس اللحظة بس تكون ايه بقى تي سي بي. ودي ميزة ان الجدول بيسجل عنده نوع البروتوكول اللي هي طلعت بيه. الكلام ده عارف هيخليني ايه كلنا نخمس في نفس الاي بي ب 65,000 بورت للتي سي بي و 65,000 بورت لليو دي بي و 65,000 بورت للاي سي ام بي. عارف انا لو بنكت بيكتب لك هنا نوع البروتوكول يا تي سي بي يا يو دي بي يا ايه؟ يا اي سي ام بي. طب مش ده افضل؟ انا كده ممكن ايه باكت تطلع لو هي تي سي بي ب 1025 واحده ثانيه 1025 برضو بس يو دي ايه؟ يو دي بي. تمام؟ كل دول عندنا انسايد في منطقتي. رايح تكلم مين بقى بيتسجل في الجدول كمان انت رايح مهمه جدا دي بيتسجل في الجدول انت رايح تكلم مين رايح بص رايح تكلم مين ده الاوتسايد بقى. الاوتسايد برضو هنا في عنده لوكال وجلوبال عاده بيبقوا الاثنين شبه بعض 50-5 50-5. انا رايح اكلم خلاص اعتبر في واحد منهم مش موجود هنكلم 50-5 بورت نمبر كام 53. المعلومه دي حضرتك المعلومه دي اتبعتت المفترض جالي رد عليها صح كده وايه اللي هيحصل بعد كده هتتمسح مش تفضل متسجله في الجدول وانا سجلتها عشان الرد لما يجي اعرف مين ايه ها مين صاحبه هتتمسح.
في اليو دي بي بتتمسح بعد قد ايه؟ بعد 5 دقائق. في التي سي بي لو في حاجه هنا تي سي بي بس دي عمرها ما هتتمسح. ليه؟ لان انا مسجلها ستاتيك بايديا. في التي سي بي بتتمسح اول ما الراوتر يجي له فين، فين اللي هي بيقفل بيها ايه السيشن. في الاي سي ام بي بتتمسح بعد 1 منت. تمام. فالمفترض المعلومه دي لو احنا كلامنا دلوقتي عدى عليه 5 دقائق، واضح ان لسه ما عداش 5 دقائق، فالمعلومه دي لسه ما اتمسحتش، اصبر عليها 5 دقائق هتتمسح. وفي معلومه ثانيه تي سي بي ظهرت اهي. تي سي بي انهي، لا انهي بقى اللي هي ال دي اللي هتلاقي قصادها، لا اهي اول واحده اللي هتلاقي قصادها رايح اكلم مين حضرتك؟ 50-2. خد بالك رايح اكلم 50-2، خلي بالك شايف اللي فوق 50-5، لان اللي فوق انا رحت سالت مين؟ الدي ان اس، والدي ان اس قال لي الاي بي بتاع فيس 50-2، فرحت ال 50-2 ببورت كام؟ 80. البورت لاحظ حاجه، تي سي بي ودي بي الاثنين بكام؟ بنفس البورت، عشان ده تي سي بي وده ايه؟ وده يو دي بي، فعادي جدا ممكن البورت يتكرر بس ده تي سي بي وده ايه؟ ده يو دي بي. المفترض المعلومه دي تتمسح على طول بمجرد ما الموقع يفتح معاك، بس هنا على الباكت تريسر ما بيفهمش هو الفين والحاجات دي مش موجوده في السيميوليشن يعني، فدي لو قعدنا ربع ساعه مش هتتمسح. التي سي بي ديت بس هي المفترض بتتمسح على طول اول ما يجي له اند للسيشن. تمام. احنا لو عدى علينا على كلامنا دلوقتي 5 دقايق لسه ما عداش، هتتمسح اللي فوق. طب انت لو عايز يعني تمونيتور وتشوف لايف الابديتس اللي بتحصل في النات ترانسليشن تيبل ده، ف ديباج اي بي نت، عارف ده بيعمل ايه؟ كل ما يحط انتري في الجدول يعرفك ان في معلومه اضافت في الجدول، وان في اي بي معين برايفت اتعمل له نات لاي بي معين بابليك. وكل ما معلومه اكسباير وتتمسح يقول لك خلي بالك المعلومه الفلانيه دلوقتي ايه؟ اكسبايرد. فهيعرفنا ده هيطلع لوج، اول ما اليو دي بي ده يتمسح هيطلع لنا لوج يعرفنا. تمام. انتوا عارفين هو ما اتمسحش ليه كل ده؟ عشان احنا الظاهر كده يعني، لا الظاهر ان احنا مشغلين السيميوليشن مود، والله اعلم السيميوليشن مود بيوقف ال، لا مش مشغلين. طب بص بقى دلوقتي خليني تاني اقول له هنا جو، وروح على الراوتر ده شايف؟ يقول لك في سيشن اتفتحت ل 50-5 3-1 اتبدل ب 40-1 ورايح ل 50-2 و 50-2 ده بيجيب لك ايه اللي جاي من بره واللي جاي من جوه. ما هو انت المفترض وانت طالع بيتعمل لك نات، وانت راجع برضه بيتعمل لك نات عشان نرجع الداتا لايه؟ لاصلها. صح كده؟ المعلومه دي اتضافت، اصبر عليه شويه بالمره تعالى نعمل ايه؟ بينج. يعني من هنا هبنج على حد بره، ابنج على مثلا 50-0-0-3. بص بقى اربع بنجات هيطلع. احنا قلنا البنج بيعتمد بدل البورت نمبر على ايه؟ على السيكونس نمبر. فهتلاقي هنا بقى حضرتك بص فين 50-3 اهو، 50-3 اهو البنجات، يقول لك اتبدل ب 40-1 ومش عارف ايه. اصبر بقى عليه، هتلاقي كمان شويه قال لك ان في البنج هو مسجل اهو. بص خلي بالك لو انا كتبت شو اي بي نت ترانسليشنز، بص شو اي بي نت ترانسليشنز، بص كاتب لك ايه؟ في اربع بنجات، واحده بسيكونس نمبر 1 و2 و3 و4 رايحين لكام؟ ل 50-3. وجايب لك اهو التي سي بي، وجايب لك الايه؟ اليو دي، اليو دي بي. تمام؟ انت المفترض التي سي بي بيتمسح مع الفن، واليو دي بي بعد 5 دقائق، والاي سي ام بي بعد دقيقه، ولو انت مستعجل وعايز تمسحهم الكوماند اللي انا كتبته من شويه ده كلير اي بي نت ترانسليشنز استريك، يعني امسح كله. اصل انت ممكن يعني تحدد له في حاجه هنا، اكيد ممكن تحدد له يمسح التي سي بي ولا اليو دي بي، انا ما جربتوش، بس انا عاده لما بستخدم الكوماند ده بقول له ايه؟ بقول له استريك.
كده بقى ايه، مش هيستنى، مش هيس، خلاص كل اللي اللي محطوط اتمسح. تعال اوريك بس البنج، يعني انا هرجع بنج تاني عشان البنج سهل يعني بيتمسح بعد دقيقة، فهنشوفه سريعا يعني. طبعا اتسجل، اصبر عليه شوية هتلاقيه اتمسح بعد دقيقة بالظبط. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب من ضمن برضو الحاجات اللي بتساعدك في الترابل شوتينج، لو سيادتك حبيت تعدل في النات كونفيجريشن، يعني مثلا انت كاتب ايه، كاتب السطر اللي هو فين، فين الامر مثلا، امر مثلا اللي هو بتاع البول ده، واضح فين الامر بتاع البول ده، مش البول دي انت بتحط فيها مجموعه ايبيهات والناس تطلع وتحمس فيها وهكذا، لو انت جيت تعدل في امر البول ده او تعمل تعديل في الكونفيجريشن بتاعت النات، ساعات الراوتر يرفض. بيرفض ليه؟ يقول لك ان في حاليا اكتف انترز موجوده في الجدول، وفي باكتس احنا مستنيينها تيجي منين، من بره، وفي معلومات في الجدول، فلو حضرتك عدلت في الكونفيجريشن بتاعت النات ممكن الحاجات اللي جايه من بره يتعمل لها دروب وتقع، فتيجي تعدل في الجدول يطلع لك ايرور، تيجي تعدل في البول مثلا يطلع لك ايرور. ايرور يقول لك ايه بقى الايرور ده، يقول لك ايرور زرار اكتف ايه انترز. فيكون الحل ايه، لو انت عايز تعدل تمسح ها الترانسليشنز، فاي اكتف انترز اللي يحصل فيها تتمسح وبعد كده تعدل في الكونفيجريشن، او تشيل الكابل بقى لانه بيرفض ان انت تعدل في الكونفيجريشن، شيل الكابل اللي هو اللي موصلك بالانترنت وتعدل في الكونفيجريشن. والا اصل انت ممكن تكتب امر كلير ده ويكون في ناس اوريدي اكتف وعمالين يبعتوا ويستقبلوا داتا، فمجرد ما تمسح ايه اللي يحصل، يرجع يتملى بسرعه، فتيجي تعدل ما تلحقش تعدل. تمام، فالحته دي برضو مهمه. شفنا الديباج، الديباج ده على فكره انا قايل له ديباج اي بي نات، افرض انا عندي 500 جهاز جوه الشركه، يا نهار ابيض، ده انت ساعتها هتلاقي كميه ديباجات. ابص شفت اللي حصل، ما كملناش احنا 5 دقايق، اكسباير الاربعه دول اكسباير، مسحوا من الجدول. في اي سؤال؟ طيب، فلو انت عامل ديباج، تخيل لو عندك 500 جهاز وكل واحد فاتح مواقع وبيبنج وبيعمل، ده انت هتلاقي الديباج هنا طالع لك فيه كميه مهوله من الديباجز واللوجز، فعشان كده انت ممكن تفلتر الديباج. يعني بص انا ممكن اعمل ايه، ممكن اقول له ايه ديباج اي بي نت، واكتب هنا مثلا 5 ده بقى ايه، بلاش خليها 6، ده رقم اكسس كنترول ليست، والاكسس كنترول ليست دي حضرتك اكتب فيها ايه، اكتب فيها اي بي اكسس او اكسس ليست اكسس داش ليست مسافه 5 6 بيرميت. انت عايز تراقب عمليه الناتج، الناتنج لهوست معين جوه الشبكه، فتقوم جاي ايه بس، تقوم جاي حاطط الرقم 6. يبقى كده انا بقول له ايه، اوعى تطلع لي لوج متعلق بالنات الا اذا كان السورس بتاعه الهوست رقم كام، 3-1. او ممكن اقول له لو الهوست رقم 3-1 رايح يكلم الجهاز 50-2 طلع لي، ساعتها بقى اعمل دي بدل ستاندرد اخليها ايه اكستندد. تمام كده، واحط فيها من هوست كذا، المفترض بس ازود هنا كلمه ايه هوست. ها تمام كده، انت دي اهي، ازود بس في الديباج 6 واقوم جاي اعمل اكسس ليست ايه 6. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ ايوه، من غير كوماند الاي بي نت، لا انت هتقول له ديباج اي بي نت، ده الديباج بس، انت بتتكلم عن الديباج بس. ده انا بفلتر، شايف النات استخداماته ايه، النات تتحكم مين يتعمل له نات ومين ما يتعملوش نات، تفلتر ايه اللوجز اللي تطلع لك في الديباج وايه اللوجز اللي ما تطلعش باللستات. ده اكتر استخدام للنت زي ما انت شايف كده. اوكي، نرجع تاني للاجندة.
شفنا الديباج، شفنا الموديفيكيشن، شفنا الجدول، شفنا الطايبس الاوتسايد والانسايد، شفنا المصطلحات دي. ها ركزوا معايا، المصطلحات دي مهمة جدا. كده فاضل ايه؟ فاضل بس الكلمة، بس نشوف الخطر اللي هو بتاع الديباج كيس اي ده مش عارف. ما انا هوريكم، اعمل لكم فيديو لوحده الكونفيجريشن بتاعت فتح الله 10 دقايق كده. الراوتر اللي هو على الليفل بتاعه، الراوتر ده مش معمول فيه اصلا. هو انت هنعمل، لا ما بص بقى، لو دي كويس ان انت فكرت، لو بس ثواني بس اشوف لو في حاجه ناقصه في النت عشان نقفلها. بصوا كده، في حاجه اسمها اكستندبل، على فكره دي مش موجوده في الان بي، بس انا لما لقيتها في الكونفيجريشن بتاعتكم عملت سيرش عنها يعني وعرفت لازمتها ايه. تلاقي كده في اخر الكوماند مكتوب كلمه اكستندبل. دي في الاي اي ولا ما اعرفش والله. تمام. بص، تحتاجها امتى دي؟ تخيل لو انت عندك راوتر واصل من الناحيه دي باي اس بي 1 ومن الناحيه دي واصل باي اس بي 2، وهنا البابليك اي بي للفتحه دي واخداه 40.001، والفتحه دي الاي بي اللي واخداها 50.001، وكده انت تعرف توصل للراوتر ده بكام اي بي؟ باتنين مش واحد بس. وانت عندك هنا جهاز مهم، الجهاز المهم ده 192.168.15. انت عايز تقول للراوتر بالنات لو حد سال زي مثلا هنا ابلكيشن رقم كام؟ رقم 80. تمام، عايز تقول له ايه؟ عايز تقول له لو حد سال على 40.1 ببورت نمبر 80، بورت فوروردنج بقى حوله على مين؟ على 1.5 ببورت نمبر كام؟ يبقى انت عملت من بره مابنج يوصلك ل 1.5 ببورت 80 ولا ما عملتش؟ ما عملت. بس سؤال، مش انا اقدر اوصل للراوتر عن طريق سكه ثانيه 50.1؟ وانا عايز الناس تقدر توصل لي من بره سواء ب 40.1 او بكام؟ او ب 50.1. افرض يا عم اللينك اللي ما بيني وبين اي سي بي 1 واقع، فانا هعرف الناس اللي بره ان هم عشان يوصلوا لي عندكم يا جماعه 40.1 وعندكم كام؟ 50، وهيوصلوكم لنفس الايه؟ ها؟ نفس السيرفر معايا ولا ايه؟ فانا عايز اقول للراوتر ده لو حد سالك يا راوتر على 50.1 ببورت نمبر 80 حوله على مين برضه؟ على 1.5 بورد نمبر 8. يعني انت عايز تعمل 2 انترس في الجدول الاثنين يحولوك على نفس الايه؟ الهوست. عارف لو انت جيت تعمل كده الراوتر هيرفض. يعني لو انت عملت الكوماند الطويل اللي احنا بنكتبه ده، اقول له لو حد سال على 80 على 40.1 بورد نمبر 80 حوله على ده. لو جيت تكتب بعد كده الكوماند ده هيقول لك ان 1.5 بورد 80 اوريدي مابد، معمول له ماب. يعني عندك طريقه توصل له بيها من بره. فبيكون الحل ايه؟ ان انت تكتب السطرين بس تزود في اخر كل سطر كلمه اكستندبل عشان يقبل ان انت ايه؟ ان انت تكتب السطرين. معانا ولا ايه؟ هتكتب كلمه بس اكستندبل ساعتها هيبقى. عشان كده انتوا، طب بص، لو انا ما عنديش غير سكه واحده يبقى ليها لازمه كلمه اكستندبل؟ طب ايه المانع ان انا اكتبها؟ عشان لو في المستقبل حبيت اكتب سطر تاني يوصلني لنفس الجهاز جوه بنفس البورت، ها، يقبلها. فعشان كده انتوا كل انا بصيت على الكوماندات اللي عندكم، كلمه اكستندبل موجوده والسطر ملوش انتري تاني يوصله لنفس الهوست. واضح ان اللي كاتبها ليه؟ عشان لو في المستقبل كان في سكه تانيه توصلنا نكتبها يقبلها ساعتها. فما فيش مانع ان انت كل اوامر البورت فوروردنج تزود لها في الاخر ايه؟ كلمة اكستندبل. تمام؟ تحتاج الموضوع معايا ولا ايه؟ انت هقول لك ممكن عشان احنا عندنا اللي هو البي جي بي الخط اللي عندنا كذا خط. لا بس انا بصيت في الانترز في السطور لقيت ان مفيش سطرين يوصلوك لنفس الجهاز بنفس البورت. وبالتالي ساعتها كلمة اكستندبل مالهاش لازمة. هو ما ينفعش يتكتب سطرين. مفيش ومكتوب في اخر السطر كلمة اكستندبل. انت قصدك ان اكستندبل ده يخليني اكتب السطر تاني؟ يوصلك لنفس الهوست بنفس البورت. انا فاكر ان هو هي
اعملها هو اوتوماتيك. لا لا مش هاخدها. لا 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 انا لو كتبت الاولاني وجيت اكتب الثاني مش هيقبل. لكن لو كتبت الاولاني وحطيت في اخره كلمه اكستندبل وجيت اكتب الثاني وحطيت اخره كلمه اكستندبل هيشتغل زي الفل. يعني كان دي تطوير في البرمجه بتاعه البات الدايناميك ستاتيك بات طوروه بحيث ان هو يقبل حاجه زي كده. بس التطوير ده بيتطلب ان انت تكتب كلمه ايه اكستندبل في الاخر. وصلت؟ طب برضو تحتاج الموضوع ده مع الستاتيك نت ده الستاتيك بات. فرضا انت عندك سيرفر مهم جوه. السيرفر ده الاي بي بتاعه 1.5 وانت شاري من اي اس بي 1 70.001 ده شاري من اي اس بي 1 وشاري من اي اس بي 2 80.001 كده. اي حد على مستوى العالم هيسال على 70.1 هيوصل هنا ولا مش هيوصل هنا؟ واي حد على مستوى العالم هيسال على 80.1 هيجي من هنا وهيوصل هنا. انا بقى عايز سواء 70.1 او 80.1 يوصلوني لكام؟ ل1.5 تمام. بغض النظر عن البورت ستاتيك نت. فسيادتك لو كتبت في الكوماند بتاع قلت له 1.5 70.001 يعني اللي يسال من بره على 70.1 حوله ل 5 و1.5 وهو طالع يتحول بكام؟ ب 70.1 وجيت اكتب الثاني اللي هو 1.5 80.001 هيرفضه. فساعتها برضو واحنا بنكتب الاستاتيك نت نزود في الاخر كلمه ايه؟ اكستندبل. وصلت؟ طيب هنا بقى في سؤال مهم جدا. الكلام ده لو انت جاي من بره بتسال على 70.1 يتحول على 1.5 تسال على 80.1 يتحول على 1.5. السؤال بقى لو في شخص قاعد هنا وبيفتح نت وهو طالع يتبدل ب 70.1 ولا 80.1؟ على حسب اللود بالانس. ملهاش علاقه هنا باللود بالانس خالص. اطلب المكتوب الاول اللي فوق. فعلا صح. المكتوب الاول هو اللي هيطلع بيه 70.1 كده. ايه لو انت جوه انت بتفتح سيشن تظهر للعالم الخارجي ب 70.1 لكن العالم الخارجي يقدر يظهر يوصل لك من بره سواء ب 70.1 او كام؟ او 80.1. حاجه كمان مهمه، افرض في واحد بره الاي بي بتاعه 90.001 وصل لي عن طريق انهي اي بي؟ 80.1. فدلوقتي 90.1 شايف ان هو عامل كونكت وفاتح سيشن مع مين؟ مع 80. 80.1. سؤالي ده لما توصل ل 80.1 هتحول على كام؟ على 1.5. طب 1.5 لما يجي يرد وهو بيرد مش المفترض وهو طالع الاي بي بتاعه يتبدل؟ طب ما ممكن الاي بي بتاعه هو طالع يتبدل بكام؟ 70.1. في سيشن مفتوح. طب ثواني، اتبدل ب 70.1 لو راح ل 90.1 كده 90.1 شايف ان هو بيكونكت ب 80.1 اللي رد عليه مين؟ 70.1. كده مش هيكمل معاه السيشن ولا عايز يكمل السيشن مع كام؟ عشان كده ايه اللي بيحصل؟ في الجدول بيتسجل الانسايد. بص بقى عشان كده يظهر فايده الكوماندات. انسايد لوكال كام؟ 1.5. والاوتسايد ظاهر البتاع ده؟ الاوتسايد لوكال كام؟ 80 كام؟ 1. والجلوبال بقى اللي انا فاتح معاه السيشن هو اللي بداها مين؟ 90.001. عشان كده لو في داتا جايه من بره رد على 90.1 لما ابص في الجدول اقول له لا ده بتطلع بكام؟ لان الانتري بتاعه موجود فين؟ في الجدول بنفس رقم السيشن نفس رقم البورت نمبر. يبقى الطبيعي لو ده اللي عمل انيشيت للسيشن يطلع بكام؟ 70.1. لكن لو اللي بره عمل انيشيت حسب بقى هو عمل انيشيت عن طريق 80.1 ولا كام؟ بص للجدول ولا بيبص بقى؟ لا بيبص للجدول ولما يجي ده يرد بيبص على المفروض الانسايد جلوبال صح؟ بيبص على سوري معلش دي انا غلطت فيها. دي الانسايد جلوبال دي الانسايد انا غلطت فيها. الانسايد جلوبال هي دي اللي بالظبط. عشان كده بقول لك المصطلحات دي مهمه. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي نكمل في الاخر دول. المره الجايه بقى نبدا الجي ار اي ان شاء الله. طب هو مش ايه فايده بقى اللي هو الاوتسايد لوكال واوتسايد جلوبال غالبا بيبقوا تقريبا زي بعض صح؟ بص يبقى الاوتسايد لوكال وجلوبال بص هو المفترض
بس انا ما اعرفش السيناريو ده ممكن يحصل امتى. بص المفترض انا عندي من هنا اي بي برايفت سي مثلا 1.5 ومن هنا اي بي بابليك 40.001 وهنا سي مثلا ده 50.001 طبعا في النص هنا في ايه الانترنت وهنا ده مثلا 192 168 101. بص المفترض ايه ده انسايد لوكال انسايد جلوبال. لو انا رايح اتكلم بره ده اوتسايد جلوبال وده اوتسايد لوكال. يعني المفترض لو السيشن مفتوحه من ده لده وفي النص هتتبدل بده وتروح لده. واضح بقى ان ده ممكن يظهر معاك في شغل تانرنج او حاجه زي كده. ساعتها هيبقى بص انسايد لوكال 1.5 اوتسايد لوكال 10.1 انسايد جلوبال 40.1 اوتسايد جلوبال كام 50. لكن اصلا لو انت قاعد هنا وبتفتح سيشن مع مين بقى 50.1 ف 50.1 بيتسجل في الجدول هو الاوتسايد لوكال والاوتسايد ايه الاوتسايد جلوبال الاثنين مع بعض. تمام هو بتاع ده ظاهر ولا مش ظاهر ولا ايه؟ طيب بصوا بقى كده اخر حاجة اهي نختم بيها الاعدادات بتاعة الراوترات عندكم. اعدادات الراوتر اللي عندكم احنا بقى قلنا ممكن نعمل ايه ممكن البتاع ده يتزرع ككارتة هنا وساعتها لازم تعمل هنا كونفيجريشن الفي بي اي في سي اي ولازم التريبل بي او اي هيشتغل برضو هنا والاعدادات بتاعته كلها هنا اهي. بص يا سيدي يعني تخيل معايا ان هي دي الفتحه اللي هي الار جي كام بقى المره دي 11 اللي هي مزروعه هنا اهي وشفنا احنا شكلها عامل ازاي. بص هيبقى الاعدادات بتاعتها عامله ازاي. بيبقى اولا رقمها انترفيس اي تي ام يعني الفتحه اللي هي احنا قلنا ان الفتحه دي بتشتغل ببروتوكول الاي تي ام اللي هو بيحط في بي اي وفي سي اي في داتا وهي طالعه. طب سؤال الاي بي اللي هتاخد الفتحه دي لو هي اي تي ام هيبقى عن طريق ايه التريبل بي او اي بطريقه ايه نيجوشيتد. فعشان كده انت بتيجي على الفتحه تقول لها انا مش هديك اي بي. تمام وبعدين فاكرين احنا خدنا في الفريم ريلي ال ام اي فاكرينه واضح ان في الاي تي ام برضو ال ام اي بس هو مش عايز يشغل الكيبا لايف بتاعه مش محتاجه لان هو بيسجل المعلومه 035 دي ستاتيك. وبعدين هو هنا قطع من دي سب انترفيس واحد معايا وقام جاي له بقول لك ايه عارف شبه في الفريم ليه مش بقطع سب انترفيس وادي له الدي سي نمبر هنا قطعت سب انترفيس واديته الفي بي اي بي سي اي نمبر 035. وبعدين عايز اشغل على الفتحه دي التريبل بي ها او اي احنا عارفين اعدادات التريبل بي او اي ما ينفعش تتكتب جوه الفتحه مباشره فانا بحوله على ايه على البول رقم ها واحد معايا واروح اعمل انترفيس دايلر. شايف البول هنا رقم كام برضو واحد اعمل انترفيس دايلر. الانترفيس الدايلر ده بقى هو ده اللي هقول له اي بي ادرس نيجوشيتد وهو ده اللي هيبقى في النات ايه اوتسايد وهو ده اللي هشغل عليه التريبل بي وهو ده اللي هحدد له اليوزر والايه والباسورد دول لو هشتغل شاب ودول لو هشتغل ايه لو هشتغل باب. تمام هو واضح ان هو حاطط الاثنين وكل البيانات زي ما انت شايف على دايلر زيرو. وايه دايلر جروب 1؟ بص بول 1 دي لازم تبقى برقم البول فوق. جروب 1 دي انا عملت سيرش عنها هي مش موجوده معايا في الماتيريال اللي انا مذاكرها بس بيقول لك ان ده بيحط دايلر زيرو في جروب 1. طب الكلام ده معناه ان انت ممكن تعمل اكتر من واحد تحطهم في نفس الجروب. دورت بصراحه ما وصلتش لحاجه في الحته دي يعني كانش عندي وقت كتير فانا مش عارف الكوماند بس انا اللي قريته ان الكوماند ده بيحط دايلر زيرو في جروب 1. ايه لازمتها سيرشوا انتوا بقى الحته دي فيها. لكن الباقي مثلا بيرسيستنت ده عشان يخلي السيشن تتفتح على تفضل مفتوحه على طول يا دوبك يفتح سيشن ويتكلم مع اللي قدامه تفضل مفتوحه على طول سواء انت طالع نت او مش طالع نت
معايا؟ مش زي فاكرين 0.375 كان بيفصل لوحده ولا حاجه لو انت شغال. لا، هنا انت مجرد ما الراجل ده التريبل بي او يشتغل ويكلم اللي قدامه وياخد منه اي بي تفضل السيشن مفتوحه على طول وما يقفلهاش. ده معنى بيرسيستنت وايدل تايم اوت زيرو دي تقريبا. تمام، بس خلاص. يبقى انت على الفتحه دي ظبطت لها الفي بي اي في سي اي، وظبطت لها التريبل بي، وظبطت لها كمان اي بي نات ايها اوت سايد، والاي بي ادس نيجوشيتد اللي هو بقى كل ما تطفي الراوتر وتشغله ايه ياخد اي بي جديد حسب البول اللي عاملها الاي اس بي عنده. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب، في هنا كمان ايه عندك فتحات انسايد. يبقى انت عندك فتحات انسايد وفتحات اوتسايد، خلاص دي مفروغ منها. تعال بقى للكوماندات بقى. بص، شايف مش احنا قلنا هنعمل بول؟ البول اللي كنا مسمينها اكس، انتوا واضح عندكم بول عاملينها نت ماسك اهو، عاملين اي بيهات من اول 153 لحد 155. تمام، طب وعاملين هنا ده كوماند ايه؟ ده ستاتيك نت، ده كوماند دايناميك ايه بات، اي حاجه طالعه في الليست رقم 2 دايلر 0، الاي بي بتاع دايلر 0 اللي هو كل ما تطفي الراوتر وتشغله ايه اللي بيحصل فيه؟ بيتغير. انت شايفه يا نسيت؟ شايف اوفرلود ايه؟ طب ما تيجي تقعد قدام. صح، مش عارف. اوكي، بص، دايلر 0 وهنا برضو دايلر 3، ده فتحه ثانيه، انتوا عندكم خطين مين صح كده؟ دايلر 0 اوفرلود، وده بص ده بات وده بات وده بات وده بات، وكل دي الاخرها هي اكستندبل اللي انا شرحتها. كل دي كوماندات اخرها اكستندبل، دي كلها ايه؟ بورت ايه؟ بورت فوروردنج. شوفوا انتوا بقى عاملين بورت فورورد، دول كده ستاتيك نت، وكل دول بورت فوروردنج، بورت فوروردنج، وكل دول بورت فوروردنج ستاتيك نت. بس خلاص. ها، ودي الليسته بقى اللي انتوا عاملينها بقى، الليستات اللي انتوا عاملينها. انت قايل له هنا اعمل نات من دايلر 0. هو دايلر 0 ده ما بيطلعش منه غير جهاز واحد ولا ايه؟ لا لا، حلو. طب ما انا قايل له ليست 2، حلو كده. بص، ليست 2 فيرميت 10 200 10 1. ما انا بعمل انا عامل دبل وديناي اني اني. ما في نات على انا عامل نات في الفرن. الفورت بيفلتر بياخد ناس ويطلعهم ويبيع 10 210 واحد، وياخد بقى بالبورت بقى ويعمل نت تاني على الراوتر. عاملين دبل نت. ماشي، هحتاج برضو افهم منكم الموضوع اكتر فمره كده بقى اعرف. في اي سؤال؟ مبروك عليكم النات. المره الجايه ان شاء الله نبدا في الجي ار اي تانلينج والام جي ار اي تانلينج ان شاء الله.